الأردن حفظتها حجارة أبواب القدس وعتباتها، كيف لا ومشاعر الألم والحزن تعتصر قلوبهن ودموع عزيزة همرت على حال حرم لا تسر أحدا رآه. مقدسيات من أجيال مختلفة، عاهدنا الأقصى عهدا غاليا يليق بالمكانة الدينية والوجدانية في تحد للاحتلال يحاول انتزاع السيادة عليه من دائرة الأوقاف الإسلامية، متذرعا بإجراءات أمنية تمس بحرية الدخول. وإحنا كل يوم متواجدين هون، طبعا نبدأ من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء، أنا والأخوات وكلنا موجودين عشان نكون إيد واحدة ونكون كلنا بقلب واحد ودفاعا عن المسجد الأقصى. أنا شايفة كل يوم في تزايد عدد المرابطات والنساء الفلسطينيات، وهذا إشي عملنا على ترابط وتضامن، والحمد لله الكل بحب الأقصى وبدافع عن الأقصى، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. أنا متواجدة من 10 أيام على أبواب المسجد الأقصى، رافضين جميع الأشكال للتفتيش على أبواب المسجد الأقصى، لأن إحنا داخلين على مسجد، كل مسجد له حرمه. في مشهد ترى فيه الصغيرة قبل الكبير نصرة للأقصى، فتيات في العشرينيات من عمرهن، بجانبهن نساء مسنات يهتفن ويكبرن لساعات وساعات رغم حرارة الطقس وقمع الاحتلال، يرابطن يوميا قبل كل صلاة على أبواب الأصباط والمجلس والسلسلة. مرابطة لأن الأقصى للمسلمين كلهم وليس المقدسين فقط، يعني معقول أدخل أنا وأنا في أرفية أدخل، يعني لو وريتهم الهوية أو الجنسية بدخل، بس أنا مش هدخل وأترك القضية للمقدسين فقط، القضية للمسلمين كلهم. عدد النساء ما شاء الله كتير جدا وعدد الرجال كتير جدا، أنا شايفة أن النساء والأطفال كمان موجودين، يعني نفس الدور بالضبط. شعور بالظلم عالي جدا، لأن ما فيش أي كنيسة عليها حراسة ولا أي معبد عليه حراسة ولا أي مكان في دور عبادة عليه حراسة بالمنظر ده، وتفتيش وسؤال وإذن ويأذن لك أو لا يأذن لك، يعني إحساس بالظلم. حاولوا يفرضوا سيطرتهم على المسجد الأقصى، بحاولوا يغيروا الوضع القائم والتاريخي، فإحنا بنرفض ندخل عشان نورجيهم إنه إحنا مش راضيين بهذا الإشي، واعتصامنا السلمي هون عشان نعبر عن احتجاجنا عن البصير. اللي بيحتجوا هم ناس متدينين وغير متدينين، هم ناس كبار وصغار وذكور وإناث، ما عندنا فرق بين أي حد، حتى مسيحية بيجوا يتضامنوا، مختلف الطوائف مختلف الديانات، كفلسطينيين إحنا موجودين هون كلنا بنآمن بعدالة قضيتنا، وبنآمن إنه المسجد الأقصى عربي إسلامي. دور مهم وفاعل ومؤثر منوط بتلك النساء، فتكريس الوقت للدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والمساعدة في شحذ همم الرجال تاركات خلفهن أزواجهن وأبنائهن مشكلات درعا منيعا لحماية المسجد الأقصى. خط الدفاع الأول عن مسرى نبيه يتواجدون هنا يوميا ويهتفون الله أكبر حتى تتحقق مطالبهم دخول مسجدهم وممارسة حقهم في العبادة وحرية وأمان. من باب المجلس ولبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا القدس المحتلة.